Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, بالنسبة للدرس ديال لا كاركتيريزاسيون من غير الجمل من غير الكتاب هذا الشيء اللي هنايا وهاد لي فراز الاستاذ في الامتحان كيعطيكم جمل اخرين، يعني كيشرح لكم كيجيب لكم جمل اخرين وما هادو اللي غادي نخدم انا معاكم. ديجا انا هاد الدرس هذا انا شارحه الى درت الصفحه 200 يعني في سميت القناه وتكتب لا كاركتيريزاسيون غادي نخرج لك ديجا خدمه هذا وخدمه هاد التمرين هذا، ولكن دابا غادي نعطيكم الجديد. يعني دابا تقراو هذا تفهموا، دابا غادي نشرح لكم بالدرس وشنو هما شنو هي لا كاركتيريزاسيون، شنو هما لي بروسيدي وامثله وهادشي في طابلو الجواب، وغنديروا اكزرسيس وغنديروا التصحيح ديالو. يعني هكا بنفس الطريقه اللي خدم معكم الاستاذ في القسم، يعني ماشي الا ما جابش لكم هاد الجمل توحلو، حنا نخدموا على حتى الجمل اللي يخدم معكم في القسم. الوغ هنا تبعوا معايا، بالنسبه لا كاركتيريزاسيون نمشيو نقزوا لهنايا ونشوفوا اول حاجه باش نمشيو فاهمين. ديفينيسيون التعريف ديالها شنو هي، شنو هو هذا لو فيرب كاركتيريزي؟ كاركتيريزي سي ديكريغ. صافي نتوما كتسمعوا كاركتيريزاسيون ما كتعرفوا الدرس شنو هو، السميه ديالو كتبان صعيبه. هو الوصف، هو الوصف، حيت نتوما كتقراو دابا لو تيب ديسكريبتيف وفي اللونغ القاعده ديالو تقراو جمل ديال الوصف. اذا هو كاركتيريزي كتناعد شي واحد. ها هي شنو هو الديفينيسيون، هي كاركتيريزي هي سي ديكريغ ان اوبجي، كتوصف شي شيء. الا بغيتي توصف شيء مثلا شي شاز لورد، كرسي ثقيل، اذا هاد لا شاز نعدتو مالو وصفتو انه لورد. ولا نقدر نوصف اون شوز فلور بلانش، مال هاد لا فلور نعدتها بلانش. ولا مثلا اون بيرسون ان اوم جونتي، مالو كنعدتو كنعطي عليه واحد الصفه جونتي. نقدر نوصف ان انيمال شيان دو غارد، وصفتو هنا ماشي بادجيكتيف، درت شيان دو غارد. دابا المشكل في كاين هو ادوات ديال لا كاركتيريزاسيون، يعني دابا انت عرفتيهم كينعتو، ولكن باش كتنعت نتوما شنو اللي كتعرفوا؟ كتعرفوا اننا كنعتو بلادجيكتيف، ولكن في الدرس هذا غنكتشفوا حاجات اخرين. انك الا بغيتي تنعت ديكريغ، بغيتي توصف شي واحد ما كتوصفش غير بادجيكتيف، عندنا بزاف الادوات ديال الوصف اللي هما كنتعلمهم في الدرس، وحنا غادي نشوفهم كاملين في الطابلو مع هاد الجمل وغنديرو تمارين. الوغ صافي دابا اول حاجه فهمتوها هي كاركتيريزي، هي كتنعت، بغيتي تنعت اوبجي شيء، بغيتي يعني شي جماد هكا، بغيتي تنعت شيء، بغيتي تنعت انيمال بيرسون بور بوفوار ليماجيني افوار اون ايدي سور لوي، يعني علاش كنوصفو باش كناخدو عليه فكره. صافي الوغ هنا لا كاركتيريزاسيون سيفيكتو بار لي مويان لينغويستيك سويفون. اذا انا باش نوصف عندي هاد لي مويان، يعني شنو كتعرفوا نتوما اننا كنوصفوا باش، كنوصفوا بادجيكتيف ياك. يعني بغيت نوصف انايا كنوصف بادجيكتيف، ادجيكتيف هذا اللي كتعرفوه نتوما. وادجيكتيف اللي قلنا اشنو هو بالضبط، واش ابيتال ولا اتريبل. دابا اللي غنزيدو نعرفوا اليوم هما هادو، انا رانا نقدروا نوصفوا كومبليمون دو نو، ونعرفوا شنو هو كومبليمون دو نو، ونقدروا نوصفوا فيرب وادفيرب بارتيسيباسيون، ونقدروا نوصفوا بغولاتيف، ونقدروا نوصفوا كومباريزون، عندنا بزاف اللي نقدروا نوصفوا بهم. اذا غادي نرجعوا دابا لهنايا، دابا باش فهمتوا شنو هي لا كاركتيريزاسيون، هي كتوصف وخصنا نعرفوا شنو هما الادوات الوصف. صافي دابا عندنا جمل، وهاد الجمل هادو غادي نحطوهم في هاد لو طابلو. اذا اي سي marche Christine le long des hauts, يعني هذوك لي هوت زي موبل العمارات العاليه، son regarder son s'arrêter elle est grande et svelte، هي كبيره وزفلت يعني لطاي ديالها مقاده، surtout avec son jean de velours، يعني خصوصا بالسروال ديالها دو فولور يعني بحال داك القطيفه، noir et ses bottes لي بوت ديالها كورت قصار، ا طالو تري او، ال بورت اوسي اون فيست دو بلاستيك بلون، يعني كيهضروا لنا على هذا الشخص هذا ولا ديسكريبسيون ديالو ياك. اذا شوفوا معايا لا كيسيون، كيل سون لي بيرسوناج برينسيبو دون سيت اكستري، شكون هما البيرسوناج برينسيبو؟ هو لو ناراتور اللي كيعاود لينا على هاد كريستين كيوصف علينا، وهاد البيرسوناج برينسيبال كريستين. Quel est le rôle du narrateur؟ شنو هو الدور ديال لو ناراتور في هذا لو تيكست هذا؟ il décrit، شنو كيدير؟ كيوصف لينا كريستين. caractérise، شوفوا بلاصه داك décrire، دابا نتوما كتعرفوا لو فيرب décrire هو وصف،
حنا صافي ما بقيناش كنقولوا ديكريغ في الدرس، كنقولوا كاركتيريزي. هي كتنعت صافي، نساو ديكريغ، وانا كاركتيريزي هو ديكريغ. الوغ حنا غادا نجبدو relever dans le tableau ci-dessous les éléments qui décrivent ها هما كاتبين décrivent ou la caractérisent كي وصفوا لينا لي مون سوليني. حنا وصفنا كريستين، وصفنا لي زيموبل، وصفنا جين، وصفنا هي ال، وقلنا طالون، وقلنا لي بوكل. هاد الكلمات هادو ها هما لي مون كلمات. ها كريستين، كريستين شفتوها كريستين. كاركتيريزون شنو هي الكاركتيريزون اللي نعتنا؟ شنو قلنا كنهضروا على كريستين مالها؟ شنو قلنا؟ مارش. كريستين نعتناها قلنا مارش. هاي مارش نقولوا جونتي، نقولوا ظريفه، نقولوا هضرنا على كريستين. حنا شنو قلنا عليها؟ قلنا انها كتمشى مارش. هذه هي الكاركتيريزون، ماشي يعني هذه باش نعتناها بهاد لو هاد مارشي. دابا غادي نقول هاد مارشي شنو هي؟ واش ادجكتيف؟ شنو هي لا ناتور غراماتيكال دي كاركتيريزون؟ يعني هذه هي النعت اللي نعت انايا كاركتيريزون، يعني الاداه اللي انا نعت بها. دونك هنايا شنو ناتور ديال هاد مارش؟ هذا فيرب، ناتور ديالو مارشي فيرب. لا فونكسيون الوظيفه ديالو في الجمله فيرب، فعل راه كيبقى فعل. دابا نجيو لهاد لي زيموبل نعتناهم، شنو قلنا عليهم؟ دي قلنا هوت، هوت عاليين. دونك هنا نعتناهم دونك ديما كيكون عندنا الاسم وانا كنعتو، يا كنعتو افون يا كنعتو ابخي، يعني يا كنعت النعت قبل يا هادي. دونك غنشوف دابا هاد انا شنو هي الكاركتيريزون باش نعت انا ايموبل؟ قلت انهم هوت عاليين، هي هادي. الوغ ها هي لي زيموبل مالهم كاركتيريزون؟ قلنا اوت عاليين. هاد عاليين دابا شنو هي لا ناتور ديالها؟ واش ادجكتيف؟ واش فيرب؟ يعني دابا شنو كنخرجوا هنايا؟ هادي هي لي مهمه، كنخرجوا لي بروسيدي، يعني هاد لي مويان لانغويستيك. هادو هما لي مويان لانغويستيك باش كنعات انا، هادو هما. وكنقول شنو هي لا ناتور ديالهم، شنو هي لا فونكسيون ديالهم. اذا لي زيموبل اوت عاليين هذا ادجكتيف، هذا ماشي فيرب، هذا سيت ان ادجكتيف. اذا الا بغيت نعت شي شخص نقدر نعت انا فيرب، نقدر نعت بادجكتيف. نزيدو نشوفو ال، هاد ال هادي هضروا لينا عليها مالها؟ قالوا لنا عليها غروند كبيره وزفيلت. اذا هاد غروند وزفيلت ادجكتيف، غروند بوتي ميشون جونتي، هادو سو سون دي ادجكتيف. اذا نعتنا هاد ال باش غروند وزفيلت شنو هي؟ ادجكتيف. هنا الادجكتيف خصني نعطي لا فونكسيون ديالو. ادجكتيف فيه ايبيتيت وفيه اتريبي، هذا درس اخر. جينا نهضروا على خصكم عاوتاني تعرفوا شنو هو الادجكتيف ايبيتيت، وتعرفوا شنو هو الادجكتيف اتريبي، هذا درس اخر. يعني درجة انا شارحه الادجكتيف ايبيتيت واتريبي. كتنعت لا فونكسيون ايبيتيت هو كيكون لاصق على الاسم، مثلا اون ميزون، اون بيل ميزون، بيل لاصق على ميزون، هذا ايبيتيت. احمد اي مالاد، كنعت احمد كنقول مالاد ولكن قلت اي مالاد، فرقه فيرب ديتا. اذا هذا كيكون اتريبي، هذا درس اخر يعني جينا نتعمقوا فيه حتى نتعطلوا. بعدين ما عارفينش الفرق بين اتريبي و ايبيتيت نرجع انا دايرها تكتبوها في القناه والسميه غادي تطلع لكم ولا نعاود نخدموا معاكم. دونك جين دو فولور، يعني حنا كنعتو هاد الجين هذا دو، شنو تابعها هنا؟ دو. هاد دو هادي ملي كتشوفوا الكلمه مثلا شوميز او ولا شوميز ا كارو، ملي كنقول مثلا ا ولا او، اذا هادي شنو كتكون؟ هذا بريبوزيسيون، بريبوزيسيون زائد الاسم. هادي شنو؟ فلور، هذا كومبليمون دو نو، نو كومبليمون دو نو. هاي سي ان كومبليمون دو نو، كنكمل هاد الاسم جين كنكملو مالو دو فلور. اذا هذا كومبليمون دو نو، هذا نو هذا اسم. وشنو هي الفونكسيون ديال الوظيفه ديالو هنايا؟ هي كومبليمون دو نو كيكمل ليا. اذا الا بغيتو تنعتو نعاودو، تقدر تنعت فيرب، هادو هما لي بروسيدي، هادو هما لي مويان لانغويستيك اللي تقدر تنعت انت بهم. كاينش على ادجكتيف، كاين ممكن تنعت فيرب ادجكتيف، ادجكتيف ايبيتات ولا ادجكتيف اتريبي كومبليمون دو نو. لي طالون تري او، يعني اوت عاليين، هذا شنو قلنا؟
عندنا تخي. دابا ما نشوفوش او قلنا قبيله ادجكتيف، لا دابا عندنا هاد تخي هادي هنا، وهاد تخي هادي شنو هي؟ ادفيرب. اذا ادفيرب عندنا تخي ادفيرب وعندنا ادجكتيف. اذا ملي كيكون عندنا ادفيرب زائد ادجكتيف شنو كتعطينا؟ كتعطينا لا كونتيتي الكميه يعني شحال. ايبيتيت هنا البول، هاد البول ديالها مالو غايي مشرط، اذا ممكن نعتو شنو كاركتيريزون باش نعتو غايي. دونك هاد غايي هادي هذا بارتيسي باسي، هاي اكسون هنايا عندنا بارتيسي باسي ادجكتيف، هو خدا لينا الدور ديال بارتيسي باسي. فهاد الدرس هنايا انا الاول اللي درتو لكم، اللي درت سميت الصفحه يعني 200 وهادي غتلقاو شرحنا شنو هما البارتيسي باسي وكل شيء. دابا حنا كنديرو التمارين بحال اللي كنديرو الجزء الثاني ديال الفيديو. لي بوكل كي، هاي لي بوكل كي، ملي كتكون عندنا هنايا كي ولا كو ولا او ولا دون، هذا البرونو غولاتيف. اذا هذه غولاتيف سوجي. دابا غادي نشوفوا التمارين باش تفهموا اكثر. خصكم تعرفوا ان عندنا الناس هنايا مثلا اشياء كنعتوهم بهذا الشيء، وهذا الشيء كيقول لك استاذ قول لي شنو هي لا ناتور ديالو، شنو هي لا فونكسيون ديالو، واش هذا الشيء نعتي به ادجكتيف ولا فيرب ولا كومبليمون دو نو اتسيتيرا. دونك هنايا هما هادو اللي انا كنقدر نعتي بهم. دونك غادي نشوفوا دابا التمارين. هنا عندنا il vit dans une grande maison. اذا انايا غادي شنو نشوف؟ هذه هي ديجا مسطرين عليهم. دابا هاد غروند هي اللي كنعات، هاد غروند هي الكاركتيريزون، هي الكاركتيريزون. نعات انا لا ميزون مالها قلنا عليها غروند كبيره. دونك هاد غروند هادي يقول لك الاستاذ سطر ليا على الكاركتيريزون، يعني باش نعتنا، نعتنا بغروند. ويقول لك قول لي شنو هي لا فونكسيون ديالها، الوظيفه ديالها. اذا هاد غروند شنو هي؟ ادجكتيف، وخصك تحدد واش ايبيتيت ولا اتريبي. دونك هاد لادجكتيف مي كيكون لاصق على الاسم هذا كيتسمى ايبيتيت، لاصق عليه ما فارقه والو. اذا هذا ادجكتيف ايبيتيت في الامتحان يكون بحال هكا. ومن بعد غنديروا مراجعه شامله ونجمع لكم الدروس كاملين. لا فيرم اي غروند، اذا هو ثاني عندنا ادجكتيف غروند، ولكن واش نديروا ادجكتيف؟ هيا ادجكتيف، ولكن دابا ماشي ايبيتيت. علاش؟ حنا شنو كنعتو؟ كنعتو الاسم لا فيرم. واش لادجيكتيف لاصق على لا فيرم؟ لا بعيد عليها. باش فيرب ديتا فرقهم شي حاجه. اذا لك لادجيكتيف بعيد ما كيبقاش سميتو ايبيتيت، كيتسمى اتريبي. دونك هنايا عندنا نوع ثالث، لوم ايبويزي شيرش او دورمير. لوم هاد الراجل هذا مالو؟ ايبويزي شنو هي ايبويزي؟ هي فاتيغي. اذا تقولي لي هي فاتيغي ادجكتيف، كنعتوه مالو؟ ايبويزي راه بصح صحيحه ادجكتيف، ولكن ماشي ايبيتيت وماشي اتريبي. هذا نوع ثالث من ادجكتيف. ملي كيكون ادجكتيف مفروق على الاسم، مفروق على الاسم فيرب داتا كيكون اتريبي، ولا كان مفروق عليه فيرغول بحال هكا قاسمه فيرغول كيتسمى ادجكتيف ابوزي. هادو خصكم تعقلوا عليهم. هنا لونفون كي افي لي مان، واخا ما تفهمش لا فراز هما مسطر لك عليها. وشنو عندنا؟ عندنا كي، وهاد كي من لي برونو غوناتيف، عندنا كي وكو وو ودون. اذا لقيتيها واخا ما تفهمش الجمله، يعني تقول انا اهم حاجه هي ان تقول هذه لونفون كي كي افي لي مان فيد. اذا كنعات هاد لونفون مالو ليدو خاويه. دونك هاد كي شنو هي؟ هادي من لي برونو غوناتيف. دونك هاد كي هادي اللي عندنا هنايا من لي برونو غوناتيف. دونك شنو غادي نديرو؟ نكتبوها من لي برونو غولاتيف هنا. عاد نشوفوا التمارين اللي هنا عندنا. دونك هاد كي هادي هي سي بوردوني غولاتيف. إلا في أن روغار أوسي، شوفوا شنو مسطر لينا، مسطر لينا على أوسي كو، عندو روغار أوسي لامبيد كو لو دو روش. اذا كي اوسي كو، هاد اوسي كو هادي اداه ديال كيقارن، النظره ديالو بحال لامبيد بحال بحال الماء ديال دوك لو روش الصخور. اذا شنو يعني بحال دامعه؟ اذا هاد اوسي كو هي كوم،
يعني هنايا شنو دايرين او سيكو ليغاليتي تساوي سوا لينا النظره ديالو بهاد لو دو روش. اذا هنا شنو عندنا؟ هذه هي الاداه، هذه هي الكاركتيريزون او سيكو. الا جينا نقولوا شنو هاد الكاركتيريزون، شنو هي لا ناتور ديالو، شنو هي الفونكسيون ديالها؟ كومباريزون كاين عاد لينا. الا مونجي ان مورسو دو غاتو، هاي عندنا دو، ملي كتكون عندنا دو كنكمل هاد لو مورسو، هذا كنكملو مالو مورسو دو كومبليمون دو نو. غاتو غاتو سي تان نو، اسم. اذا هاد دو كتكمل لينا الاسم، هادي كومبليمون دو نو. دونك عندنا تمارين اخرين، ها هما. Identifier dans ces phrases les différents procédés de caractérisation. بحال هكا كيكون سؤال. Les différents procédés. يعني هنايا لي بروسيدي هما واش اللي استعملوا لينا هما واش ادجيكتيف كومبليمون دو نون ادفير، هادو كامل اللي درنا حنايا. الوغ هنا عندنا احمد فاتيغي، فين احمد نعتناه، فين هو الكاركتيريزون؟ هي فاتيغي. عندي انا نقول هاد احمد فاتيغي، شنو هي فرقهم؟ ادجيكتيف هاد فاتيغي، شنو هي فاتيغي؟ ادجيكتيف هاي ادجكتيف، ولكن فرق لينا باش بفيرغول. اذا هذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى ادجكتيف ابوزي اللي قلنا قبيله. لا مير اي كالم، كنعت لا مير فين هي الكاركتيريزون؟ هي كالم، وكالم ادجكتيف، ولكن ادجكتيف كنعت لينا لا مير بعيد عليها باش فيرب ديتا. اذا هذا شنو كيتسمى؟ Adjectif attribué. De sa fenêtre, il contemplait le prodigieux spectacle. يعني من نافذة ديالو il contemplait كيتأمل هاد لو سبيكتاكل يعني العادم. دونك هنا هذا شنو؟ Adjectif ولاصق على المشهد، مشهد كنعتوه مالو prodigieux. إذا adjectif épithète. Elle laissa échapper une exclamation de surprise. إذن هنا شنو عندنا؟ دو. ملي كتكون هنايا هاد ليكسكلاماسيون دو سوربريز، عندنا دو بريبوزيسيون، إذن هذا كومبليمون دو نو. رشيد ناج كوم ان بواسون، كنا عات رشيد باش هادي هادي كومباريزون مقارنة. لو برويار اونسوفيليسي توت لا ريجيون، داك الضباب يعني توت لا ريجيون منطقة كاملة مبقاتش كتبان. سو ان فوال دون لي تانت غريز، دون شنو دون؟ هادو هما لي برونون غولاتيف. اذا هادي شنو؟ سوبوردوني غولاتيف.